فيلمنا بيبدأ مع الأخين كيرت وإيجون بعد ما والدهم اتوفى ووزع كل أملاكه بينهم بالتساوي، وبيكون سايب لهم جواب بيقول فيه إنهم كانوا سبب سعادته في الحياة، مش عشان هم عياله بس، لكن لأنهم كمان كانوا منسجمين مع بعض وبيحبوا بعض. وبيفكرهم الأب بالقصص اللي كان بيحكيها لهم كل يوم وهم صغيرين، وبيقول لهم إنه هيحكي لهم على آخر وأهم قصة في حياته. وبتبدأ القصة سنة 1939 مع الأخين جيك وجريج، واللي عايشين مع والدهم جاكسون ووالدتهم مارجريت في مزرعة في إنجلترا قبل الحرب العالمية الثانية. وبيكون جيك وجريج مختلفين عن بعض تماما، فعلى عكس جيك اللي بيكون طفل شجاع ومغامر لدرجة انه متهور، بيكون جريك طفل انطوائي وجبان، وبسبب شقاوة جيك كان دايما والده بيعاقبه. اما جريك فبيكون الطفل المحبوب لمامته واللي بيساعدها في شغل البيت وما بيعملش اي حاجة تضايقها. وبيبقى جيك طول الوقت بيحاول يشجع اخوه جريك يعمل حاجات خطيرة، زي انه ينط من مكان عالي او انهم يروحوا يصطادوا بسلاح باباهم، لكن جريك بيبقى شايف انه مش هيجيب لنفسه غير الاذى وما بيرضاش يشارك جيك في اي حاجة، بس جيك كان بيقول دايما انه طفل جبان. وبيكبر الاخين وبيبقى جيك هو الشاب القاسي المغامر اللي بيحب الحركة والحاجات الخطيرة وبيساعد والده في أعمال المزرعة، وجريج الطفل الهادي الانطوائي اللي بيحب القراية والشعر وبيساعد والدته في شغل البيت. وفي يوم بيجيب جيك حبيبته سالي البيت، واللي بيبقى بيعملها بشكل مش لطيف، فبتقوله سالي انه ما بيعرفش ازاي يتعامل مع البنات، لكن جيك ما بيهتمش وبيبقى عايزها تنط زيه وتعمل حاجات خطيرة، لكنها ما بتوافقش وبتقوله انها بنت مش ولد. وبيعرف جيك سالي على والده ووالدته وبيقعدوا مع بعض على الغدا، وهناك بتبص سالي لجريك وبيبان انهم اعجبوا ببعض من اول نظرة. وبيخلص الغدا اللي بيبقى سالي وجريك بيبصوا فيه لبعض طول الوقت، وبتخرج سالي مع جيك عشان يدخنوا سجارة، وهناك بتقول سالي لجيك انه ما يعرفش يعني ايه حب، انه بس عايزها لكنه ما بيحبهاش. فبيسألها جيك عن الفرق، لكن سالي بتحس ان مفيش امل وبتسكت. وبيبقى جريك شايفهم فبينادي عليه جيك وهو متعصب وبيسأله وبيبص عليهم ليه، فبيتكسف جريك، وقبل ما يدخل البيت بتنادي عليه سالي، بس جيك بيقولها تسيبه لانه اصلا مثل الجنس. فبتسأل سالي جريك لو هو فعلا مثلي وبيحب الولاد، لكن جريك ما بيردش عليهم وبيسيبهم وبيدخل البيت. وبيتمشى جريك في الغابة وهو بيقرا كتاب، وبتشوفه سالي اللي بتروح تتمشى معاه وبعدها تسأله عن الكتاب اللي بيقراه، لكنه ما بيرضاش يقول لها. فبتسأله لو الحرب قامت هيروح يقتل الناس فعلا ولا لا، لكن جريك بيقول لها انه مش عارف ايه اللي هيحصل وان اصلا الحرب ممكن ما تقومش. فبتقوله سالي ان العالم كله بيقول ان الحرب هتحصل، وفجأة بتخطف منه الكتاب اللي معاه وبتلاقيه كتاب لشكسبير. فبيشرح لها جريك اكتر عن شكسبير وبيقول لها ان الكتاب اللي بيقراه مجرد قصايد مش مسرحيات. فبتقوله سالي انها مش جاهلة زي ما هو فاكر، وبتكلموا عن شكسبير وبيفضلوا يقولوا قصايد مع بعض وبيكونوا منسجمين جدا. وفجأة بتقع سالي في الأرض وبيقع جريج عليها وهما بيبصوا لبعض بنظرات رومانسية، لحد ما جريج فجأة بيقوم وبيعتذر لها، بس بيكون في رمش دخل في عين سالي فبيقدر جريج يشيله. فبتقول سالي يتمنى أمنية، وبيبقى معروف إن اللي بيقع منه رمش يفضل ماسكه وهو مغمض عينه وبيتمنى أمنية وبعدها بيرميه عشان الأمنية تتحقق. وبيتمنى جريج أمنية وهو باصص لعين سالي. وفي بيت المزرعة بيكون جيك بيحاول يصلح الجرار بتاعهم وبيقدر يصلحه وبيطلب منه والده يجي معاه للمزرعة، لكن جيك بيقوله إنه هيجي وراه كمان شوية. وبيروح جيك للغابة وبيعلق إزازة على غصن شجرة، وفجأة بيطلع مسدس من جيبه وبيبدأ يوجهه ناحية الإزازة وبيضرب عليها نار وبيقدر يسيبها من أول مرة. وبعدها بيمسك الإزازة اللي واقع في الأرض وإيده بتتعور. وبيرجع جيك البيت وبتشوف مامته إيده المجروحة وبتسأله عن السبب، فبيقولها جيك إنه اتجرح وهو شغال في المزرعة. فبتبص له والدته بكل حزن وبتكون عايزة تقول له حاجة لكنها ما بتقدرش وبتسيبه يمشي. وبتبقى العلاقة بينهم مش كويسة لأنها كانت دايما بتشتكي لوالده واللي دايما كان بيضربه، وبتكون من جواها حزينة لأنها عارفة إنها كانت بتسبب له الألم وبتكون متأكدة إنه بيكرهها. وبيبقى جيك واقف وهو ماسك المسدس بتاعه قدام الحظيره، وبيوصل جريج مع سالي للبيت وبيشوفهم جيك مع بعض وبيكون غيران. فبيدخل بسرعه للحظيره وبيشوفوا جريج وسالي وهو ماسك المسدس، فبيدخلوا بسرعه وراه. فبيسال جيك جريج اخوه عن السبب اللي مخليه يتمشى مع حبيبته، فبتقول له سالي انها مش ملكه وانها ممكن تعمل اللي هي عايزاه. فبيزعق لها جيك وبيقول لها انها ملكه وبيوجه المسدس ناحيتها، فبيوقف جريج قدامها وبيدافع عنها. فبتهرب سالي بسرعه وبتدخل البيت، وبيفضل جريج واقف قصاد جيك اللي بيكون مواجه المسدس ناحيته. وبعدها بيحط طلقه واحده في المسدس اللي بتكون خزنته 6 طلقات وبيوجهها ناحيه نفسه، وبيقول لجريج ان عنده فرصه من 6 فرص ممكن يموت فيها. فبيساله جريج انه ليه بيعمل كده في نفسه، فبيقوله جيك انها مجرد متعه. فبيقول جريج لجيك انه اصلا ما عندوش الجرأه يضرب نار على نفسه، وبيكون جيك بيرتعش وخايف لكنه بيتحدى جريج وبيوجه المسدس ناحيه ايده وبيضغط على الزنات، لكن من حسن حظه بتكون الطلقه فاضيه. وبعدها بيوجهها ناحيه راسه وبيفضل باصص لجريج في عينه وكانه بيتحداه. وفي البيت بتعرض سالي على مارجريت المساعده وبتقول لها ان لو جريج راح للحرب هتزعل. فبتقول لها الام ان محدش هيروح الحرب وانهم مجرد مزارعين مش اكتر، وبتكون الام عايزه تنكر حقيقه ان عيالها هيروحوا الحرب وخصوصا جريج ابنها المفضل. فجاه بيسمعوا صوت ضرب نار وبيرجع جريج بالزمن مع جيك وهم اطفال في المدرسه، واللي ساعتها بيدي جيك لجريج صوره. فبتشوف المدرسه جريج وهو ماسك صوره واللي بتكون بنت عريانه، فبتعاقبه وبتضربه بقوه على ايده. بيرجع جريج البيت وبتشوف مارجريت ايده اللي بتكون ورمه، وبتعرف ان جيك السبب وبتروح تدور عليه في المزرعه عشان تعاقبه. ولما هي وسالي بيوصلوا الحظيره بيلاقوا جيك واقع في الارض والرصاصه في راسه وبينهاروا. وبعد فتره
فترة بيقرر جريج انه يتطوع في الجيش، وبتنهار مارجريت اللي بتكون عارفة ان ابنها ممكن ما يرجعش تاني، وبتروح لجاكسون عشان يحاول يمنعه، لكنه بيقول لها ان جريج حر في اتخاذ قراره ومش هيقدر يمنعه. فبتقوله مارجريت انه ما يتدخلش في حياة ابنها، فبيرد عليها جاكسون انه ابنهم هما الاثنين مش ابنها لوحدها. فبتقوله مارجريت ان جريج ابنها لوحدها لكن جيك ابنه، وبيشك الاب ان فعلا جريج مش ابنه. وفي المطبخ بتكون مارجريت قاعدة بتأكل جيك بالمعلقة بعد ما اتصاب بشلل كلي بسبب الرصاصة اللي اتصاب بيها في دماغه، وما بقاش يقدر يحرك اي جزء من جسمه. وبيودعهم جريج وبيسافر للحرب في فرنسا، وبيجي جارهم واللي اسمه فرانكو بيقول لجاكسون انه لازم يزرع محصول معين للجيش. فبيقول له جاكسون انه مش هيسمع كلامه وانه مش عايز يزرع المحصول ده لانه مضر بارضه، وبيتهم فرانك انه متواطئ مع النازيين. لكن فرانك بيدافع عن نفسه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن الحرب، وبيحكي جاكسون عن ابنه جريج اللي راح الحرب. فبيقول له فرانك بنبره كلها حزن انه نصح جريج ما يروحش الحرب لكنه كان مصر. وبيفهم جاكسون ان فرانك هو الوالد الحقيقي لجريج، وبيواجه جاكسون مارجريت اللي ما بتقدرش تنكر. فبياخد جاكسون منها جيك وبيروح للبار، وهناك بيطلب جاكسون مشروبين ليه ولجيك. واول ما جاكسون بيشوف فرانك بيقول له يروح يعمل حاجه مهمه بدل ما يخونه ويخلف من مراته، وبيتصدم كل اللي في البار، وبيكون فرانك شكله وحش جدا. وبيرجع جاكسون لبيته وهو حزين، وبيدخل اوضته مع جيك، وبيرفع على نفسه البندقيه وبينتحر بعد ما اكتشف حقيقه خيانه مراته بعد اكتر من 20 سنه. وفي فرنسا بيكون جريج بيتدرب في الجيش مع الفرقه بتاعته، بسبب انه ضعيف ومش متعود يشتغل شغل كتير بيبان قدام القائد انه ضعيف، وبيفضل يتنمر عليه هو وباقي الجنود. وبيبداوا اول مهمه ليهم، وبيروحوا الجبهه الالمانيه في فرنسا، وبيكون بينهم وبين الالمان جدار واحد بس لكنهم ما بيكونوش عارفين. وبتتاكد فرقه جريج ان الالمان مش موجودين، وقبل ما الفرقه تخرج بيفضل جندي واحد مع جريج وبيقول له يستنى، بيسيب الفرقه تخرج الاول. وفجاه بيسمعوا صوت ضرب نار وبيقتل الالمان الفرقه كلها. فبيستخبى جريج مع صديقه اللي انقذه، بيعدي الجيش الالماني من غير ما يشوفهم، وبينجح جريج وصديقه يبعدوا عن الجيش الالماني، وبيلاقوا قدامهم كنيسه فبيقرروا يناموا فيها من كتر التعب. وفجاه بيدخل عليهم واحد فرنسي، واللي بيكون شخص طيب جدا وبيجيب لهم اكل وميه، لكن فجاه بيدخل فرقه من الجنود الالمان وبيكونوا ماسكين بنت الراجل الفرنسي، وبيهددوا جريج وصديقه وبيخلوهم يسيبوا سلاحهم. وبياكل الالمان من الاكل اللي جابه الراجل الفرنسي، واللي بيكون متضايق منهم جدا لدرجه انه بيتف عليهم. فبيتعصب القائد الالماني وبيوجه المسدس ناحيته، فبتعيط البنت وبيعرفوا انها بنته، فبيحاولوا يختصبوها قدام والدها لكنه بيهجم عليهم عشان يدافع عن شرف بنته، لكن الالمان ما بيترددوش وبيقتلوه. فبتستغل البنت الفرصه انهم مشغولين مع والدها وبتضرب النار عليهم كلهم، وبيستغل الصديق جريج الفرصه وبيضرب باقي الجنود معاها. وبيفضل جندي الماني واحد بيهجم على صديق جريج، وبيكون جريج مش قادر يضرب نار على الجندي الالماني، وبياخد وقت طويل جدا لحد ما بيضغط على الزينات وبيقتل الجندي الالماني، لكن بعد ما صديقه بيكون مات. وبتكون البنت اللي اسمها كريستوفر اللي اتصابت بطلقه في كتفها، فبيساعدها جريج وبيوديها لبيتها، وهناك بيعتني بيها وبيعيش معاها. وبيسترجع جريج ذكرياته في اليوم اللي جيك اخوه كان موجه المسدس ناحيه نفسه وهو بيبص له نظره كلها تحدي، وبيضرب النار على نفسه، لكن من حسن حظه لتاني مره بتكون فاضيه. فساعتها قرر انه يدي المسدس لجريج، واللي بيكون فاكره وعايز يضرب النار على نفسه زيه، لكن جريج قال له انه ما عندوش سبب يخليه يقتل نفسه وانه مش هيعمل كده. فبيقول له جيك انه هيقتله هو، وبيقنعه يوجه المسدس ناحيته من باب التسليه. وبيفوق جريج على صوت جارتهم واللي اسمها بيتي، واللي بتشكره انه بيخلوا باله من كريستوفر، وبيبقى جريج بيعمل كل شغل البيت زي ما اتعود في بيته. وبالليل بيحس جريج وكريستوفر بانجذاب ناحيه بعضهم وبيقرروا يتجوزوا. وبعد 3 سنين بتحمل كريستوفر وبتكون قاعده في اوضتها، وفجاه بتحس بالام الولاده وبتنادي على جريج لكنه ما بيكونش موجود. وبتسمع كريستوفر صوت، وفجاه بتلاقي مجموعه من الجنود الالمان واللي بيقبضوا عليها بكل وحشيه، وبتكون بتتالم. وبيفضل الالماني يفتش في كل مكان لحد ما بيشوفوا صوره باباها، واللي بيكون لابس لبس عسكري. فبتقول لهم كريستوفر ان والدها اللي هم قتلوه من 3 سنين، فبيسالوها لو في حد تاني معاها، لكنها بتنكر ان في اي حد عايش معاها. ولما بيسالوها ازاي هي حامل ما بتردش، فبيقول لها القائد انه قريب هيخليها تعترف بكل حاجه. وبيكمل الجنود تفتيش لحد ما بيلاقوا غرفه سريه فيها ادوات تجسس للمقاومه الفرنسيه، وبيلاقوا بطاقات الهويه بتاعت جريج، وبيعرفوا انه جند انجليزي. فبتنكر كريستوفر وجود اي شخص، وبتقول لهم انها هي صاحبه ادوات التجسس، فبيقبض الالمان عليها. وفجاه بيرجع جريج للبيت، وبتشوفه كريستوفر اللي بتقوله يهرب بسرعه، وبيضرب الجنود الالمان النار عليه، لكن جريج بيقدر يهرب. وبالليل بيرجع جريج تاني للبيت، وبتيجي جارتهم بيتي واللي بتكون معاه في المقاومه، وبتقوله انه ما ينفعش يدخل البيت وده لانه اكيد مليان الغام، وبتقوله ان في طياره بتيجي بالليل بتنقل الجنود الانجليز لموطنهم، وبتقوله انه لازم يهرب. لكن جريج بيقول لها ان فرنسا هي وطنه، وانه مش هيقدر يسيب كريستوفر وابنه ويمشي. فبتقوله بيتي وهي حزينه ان هي دي الحرب، وانها اسيا وبتاخد الناس اللي بيحبوهم، وبتطمنه على كريستوفر وبتقوله انها بنت قويه زي والدها وهتقدر تستحمل. وبتاخده بيتي لمكان الطياره، وفي الطريق بيفتكر جريج كل ذكرياته مع كريستوفر، وبيكون مش قادر انه يسيبها ويمشي، لكن جارته بتصمم وبتخليه يركب الطياره. وفي مكان سري تابع للالمان بتكون كريستوفر محجوزه ومربوطه في الكرسي، وبيحاول المحقق الالماني يستجوبها، وبيسالها عن اسامي كل المشتركين مع جوزها في المقاومه الفرنسيه، لكن كريستوفر بتبص له نظره تحدي، وبيفهم المحقق انها مش هتعترف له باي حاجه، فبيقرر يعذبها.
بيسيبها وبيطلع اداه تعذيب بتخلع الضوافر وبتصرخ كريستبل بأعلى صوت لكن من غير ما تنطق كلمه على الرغم من الالم. وفي انجلترا بيوصل جريج لبيته وهناك بتعاتبه والدته انه ما بعتلهاش ولا رساله وانها افتكرته مات، لكن جريج ما بينطقش وبيبص لجيك اخوه وهو حزين وبيروح للحظيره اللي حصلت فيها حادثه جيك وبيرجع بالزمن في اللحظه اللي كان ماسك المسدس بعد ما جيك اقنعه انه يكون جريء وبيضرب جريج فعلا الرصاص على اخوه، لكن من حسن حظهم بتكون الرصاصه فاضيه وبيفرح جيك باخوه جدا اللي اخيرا بقى عنده الجرأه يعمل حاجه. لكن بيتفاجئ جيك بجريج وهو بيعمر المسدس تاني وبيضرب نار عليه وبيفضل جريج يعمر المسدس ويضرب طلقات فاضيه لحد ما بيوصل للطلقه الوحيده المليانه وبيكون هو السبب الحقيقي في شلل جيك. وبيفوق جريج وبيروح لجيك وبيعتذر له عن اللي عمله فيه وبيقول له انه ما كانش يستاهل كده. وبيكمل كيرت وايجون قرايه رساله والدهم وهو بيقول لهم انه في يوم من الايام اكتشف انه طفل متبني وبيحكي انه ساعتها فضل يدور على والده ووالدته الحقيقيين واكتشف انه ابن سيده فرنسيه اسمها كريستبل واللي ماتت وهي بتولده في مكان سري بيستجوب فيه الالمان جنود المقاومه الفرنسيه. وبيحكي لهم ان اللي عرفوا عن والدته ما اشبعش فضوله وحاول يدور على والده الحقيقي لحد ما قدر يوصل له بعد فتره طويله وساعتها ظهره والقى لسه عايش. وبيقول ان والده حكى له على كل حاجه حصلت لدرجه انه خلاه يشوف مكان حادثه جيك. وبيوصي كيرت وايجون انهم يزوروا جدهم عشان يعرف ان عنده احفاد اخوات بيحبوا بعض جدا. وبينفذ كيرت وايجون وصيه والدهم وبيزوروا جدهم اللي بيفرح اول ما بيشوفهم وبيفتكر جيك اخوه وبيعيط وبيندم على كل لحظه ما كانش بيحب فيها اخوه وانه كان السبب في تدمير حياته. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون.